أنا الموضوع بتاعي أخدته الخادم وإزاي يستفيد من مواهب المخدومين. فأنا بقى بحكم تخصصي علم نفس وفلسفة، فأنا رجعت للعلم وعملت ميكس ما بين العلم بيقول إزاي أنمي موهبة أطفال أو مخدومين علميا. يعني علميا وإزاي أطبق ده بقى أنا في كنيستي على المخدومين، أنا كخادم ازاي اطبقه على المخدومين. واكتشفت ان في ممكن شخصيات عندها توحد او عندها حاجه اعاقه وبيطلع منهم ناس نبغه. طبعا ده في علم النفس، وده فعلا يطبق ان ممكن يكون عندي طفل في الكنيسه مخدوم، والطفل ده يبان ان هو عنده مشاكل وان هو وممكن يبقى عبقري، استفيد منه جداً. اطلع منه موهبه، بس المهم اكتشافها، اكتشف موهبته ازاي واقدر انميها ازاي. انت قدمتي بحث بتساعدي بيه من منطلق علمي. ايوه وفلسفة في روح الخادم. يعني استفدت من إزاي؟ علم النفس ازاي اطلع الموهبه اللي عند المخدومين عندي. برافو عليك. بيبقى في توصيات او حاجه من الابحاث دي في الاخر؟ طبعا حاجه معينه. أيوة في الاخر طبعا. ده هاخده هتعامل مع ده كمنهج. انت بتاخدي نماذج يعني. كان في عالم كان شخصيه مصاب بالتوحد وطلع عالم رياضي. فممكن يكون عندي شخصيه منطويه او شخصيه مش ما تبانش فيها مواهب وتطلع حاجه كويسه جدا ويطلع من جواها حاجات مسيحيه جميله جدا جدا. فده دور الخادم، ازاي اكتشف موهبه المخدوم وانميها اوجهها صح.